نعم، حينما نتحدث اليوم عن تشكيل الحكومة وعن الصراع الحكومي مع المجلس الانتقالي، نحن نتحدث عن الصراع النصف الآخر من المعركة اليمنية الكبرى، صراع ما يسمون بحلفاء التحالف العربي، صراع ما يمثلون بالقوة الوطنية. عامان مر إلى اليوم والحكومة اليمنية معطلة تعطيلا كاملا، عامان مر و يعني هذا التعطيل، عدم وجود حكومة قوية، عدم وجود توافق سياسي في محافظة عدن، اندلاع المعارك، قصف قوات الجيش الوطني، جميعها هذه كان لها انعكاسات سلبية على مجريات المعركة مع جماعة الحوثيين، نعم وأيضا لها انعكاسات سلبية وقوية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى أيضا الدبلوماسي. على المستوى الاجتماعي يعني كما تشاهد، هنالك حالات كبيرة من ارتكاب الجريمة، هنالك يعني حالات من النزوح. على المستوى الاقتصادي هناك تدهور للريال، هناك تفشي في مستوى الفقر، هناك أي أيضا حدثت يعني عمليات، حدثت قرفة السيول في عدن، وكل هذا نعم كل هذه يعني السلبيات في ظل غياب الحكومة اليمنية. على المستوى العسكري كما تعلم أيضا أنه قوات الحوثيين تقدمت وسيطرت على محافظة الجوف، هنالك أيضا غياب للحكومة الوطنية في دعم الجيش الوطني، في تسليم رواتب الجيش الوطني ل9 أشهر. كل هذه الخسائر هي خسائر ليست فقط للشرعية وليست فقط للمجلس الانتقالي، هي خسارة لليمنيين جميعا.